في هذه المقابله ضرينا بزاف، طردوا لنا جوج لعابه، ضربوا لنا جوج لعابه، هي اربعه اللعابه دونك اربعه اللعابه اللي ما غيلعبوش المباراه الجايه. المفاجاه تبقى كبيره ونادي تبقى كبير. الحكم بنو ادم يخطا، يدير غلط ما يخطاش، لكن كان في المستوى عامه كبير. واحد جوج ضربات جزاء في 50 50 يقدر يعطي اكثر ما يعطيش. كاين شي ورقات صفراء كانوا تستاهلهم اللعابه درجات في الشوط الاول ما خداوهمش، خدينا حقنا ديال الصفرات وخدينا حقنا ديال الحمراء. نتمنوا المزيد التوفيق للنادي حنترا وشركاء. شكرا اللي جيتوا من الدار البيضاء ساندو الرجاء وتفرجوا في مباراه شيقه اللي دارت بين ساندو حتى النادي حنترا. شكرا شكرا بالنسبه للاهلي ديال نادي حنترا. شكون غير الصعود؟ هاد الفرقه بغا نادي الفرقه قنيطره ما الصعود والجمهور ديالها ما عرفش الصعود. شو السر اللي بين الحاكم الجمهور الجماهير ديال قنيطره اللي كيرجع كيشوف؟ كنا كنحبوا قنيطره، عندنا ميعاد واحد هو حب هذه المدينه اللي كان حتى نحبوا قنيطره وعشقوا هذا الفريق. هذه المدينه انت تهضر على قنيطره اللي هضرتي معها في العالم تيقول لك دونك عزيزه انها تفرق الوقت قاتلوا عليها باش تطلع في ان شاء الله ونكونوا في الميعاد اخر الموسم. وشكرا لكم اللي جيتوا من الدار البيضاء.